السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة رابعة علاج طبيعي في اللي هي الموضوع بتاعنا اللي هي الباركنسون ديزيز. من ضمن المشاكل اللي بنقابلها في الباركنسون ديزيز انه اللي هي البوشر بتاعت اللي هي البيشن زي ما بقول. المشكلة الثانية اللي هي بس المشكلة الأولى كانت اللي اتكلمنا عليها اللي هي الجيت بتاعت اللي هي الباركنسون بيشن. شفنا ايه البرنامج اللي ممكن احنا نعمله بالنسبه للباركنسون بيشنت في الجيت. حاليا نيجي للمشكله الثانيه اللي هي البوستشر. زي ما احنا عارفين البيشنت ويل تيكينج ذيس بوستشر لايك ذيس، تمام، اعمل هيك كده شحته، لا 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 اتس نوت لايك ذيس، هيك امشي هيك، ايوه لايك ذيس. طبعا اللي هي فليكسد اللي هي فورورد فليكشن في الترانك فيكسد بهذا الشكل. دير حالك على الجنب شويه عشان الزملاء يشوفوا بالشكل هذا. زي ما احنا شايفين الهيد والشولدر واللي هي الهيب والني زي ما احنا شايفين، فهنلاقي اللي هي البوستشر بتاعته هي عباره عن انه اللي هو عنده اللي هي فقد اللي هي الاكستنشن بتاعته وفقد اللي هي روتيشنال موفمنت. طيب هذا اللي هو واضح قدامنا حاليا انه فورورد فليكشن معناه انه اللي هي فقد الاكستنشن وايضا كمان فقد اللي هي روتيشن. هاو كان وي ديل وذ ذيس بيشنت؟ اولا طبعا لازم اللي هي نعمل ستريتشنج لي اللي هي البكتوراليس ميجور هنا اهوت، نعمل ستريتشنج كمان للهيب فليكسور، نعمل ستريتشنج كمان للي هي اكيلس تندون. اذا اللي هي الوسيله الاولى انه احنا نتعامل مع البيشنت في الفورورد فليكشن بوزيشن فور باركنسون بيشنت انه نعمل ستريتشنج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عكسها تماما انه نعمل سترينث للاكستنسور ماسل. نعمل سترينث للاكستنسور ماسل. والسترينث للاكستنسور ماسل كلنا بنعرفه اللي هي البيشنت كان في البرون بوزيشن يستطيع انه يعمل اللي هي الاكستنشن فور ذا وخصوصا فور ذا ترانك، ترانك اكستنسور. نشوف مع بعضينا لو احنا عايزين نعمل اللي هي ستريتشنج لي اللي هي البكتوراليس ميجور. تعال يلا وسيم، تعال هنا بالكاميرا عشان نشوف. تعال اعمل لي هنا اهوت ستريتشنج لي هنا اهوت، اقول لك كيف. تحط ايدينا بالشكل هذا زي ما احنا شايفين ونعمل اللي هي ستريتشنج لايك ذس لايك ذس عشان ايه كوركت اللي هي البوستشر لايك ذس. خلي البيشنت يعمل حوالي 20 مره في نفس الوقت اللي هو كمان تعمل ستريتشنج لي اللي هي الاكيلس تندون. بس الاكيلس تندون هنا اهوت لازم البيشنت يعمل بهذه الطريقه لايك ذس، كنا بنعرفها هذه الطريقه، هذه ستريتشنج لي اللي هي الاكيلس تندون. هذا البيشنت طبعا بيبقى اندبندنت في دوينج، اعمل هيك كده شحته، هذه ستريتشنج زي ما احنا شايفين لي اللي هي البكتوراليس ماسل زي ما احنا شايفين، تمام، ايوه. وممكن كمان تحط ايديك لفوق شويه شحته، ايوه يلا كمان هذه، ايوه هذه انا بنصح بها الطريقه كتير. طيب وكمان ممكن نعمل ستريتشنج لا اللي هي الاكيلس تندون، يلا ورينا شوف. نو 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 رجلك فادي تبقى نو ايوه 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 روح من هنا، ايوه نو 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 مد رجلك كده، ايوه يلا روح، ايوه اكستند اللي هي الرير ليج الرجل الخلفيه والهيل شود بي اللي هي ايه كونتاكت ذا فلور لايك ذس، تمام. هذه بتعمل اللي هي ستريتشنج للاكيلس تندون. ايضا كمان عشان نعمل اللي هي ريلاكسيشن في المصل في عندي اللي هي ماني ميثودز ريلاكسيشن في المصل. طبعا ريلاكسيشن هتلاقي اللي هي صار اللي هي مور ريلاكس، العضله اصبحت اللي هي مور فليكسيبل مور فلويد، تمام. فاللي هي عندنا اللي هي الروكينج اكسرسايز. الروكينج اكسرسايز اللي احنا بنعملها عن اذنك، طبعا اللي هي بنعملها اكتر شيء على اللي هي كرسي، احيانا اقعد روكينج اكسرسايز بنعملها على اللي هي كرسي في سيتنج بوزيشن نوت سباين بوزيشن. السباين بوزيشن انكريزنج اللي هي
الريجيديتي، السوباين بوزيشن انكريز الريجيديتي، بينما اللي هي السيتنج نوت انكريزنج اللي هي الريجيديتي. ففي السيتنج بوزيشن طبعا بيكون هذا الكرسي من نوع اللي هو زي اللي بنعمل من الخزران، اللي هي عباره عن كيرف بالشكل هذا، بحيث انه اللي هو نستطيع انه اللي هو يروح لقدام ولورا لايك ذس زي ما احنا شايفين، فورورد اند باكورد. وممكن اللي هو كرسي كمان يكون اللي هي له عجلات او اللي هي قاعده بيز، تبقى بس بالعكس بالعرض بالشكل هذا ترانسفيرس، بحيث البيشنت ممكن اللي هو يروح بهذا الشكل. تمام، this is the rocking اللي هي exercise. طبعا غير متوفر هذا الكرسي عندي انا في العياده. ثم كمان بنعمل اللي هي روتيشنال اكسرسايز. روتيشنال اكسرسايز، تعال معايا شحته، تعال يلا بدون بيلو ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بالنسبه لللور ليم زي ما احنا شايفين، اتني رجلك الثانيه تمام، وبنعمل اللي هي روتيشنال اكسرسايز. يلا روح فروم سايد تو سايد لايك ذس. ايوه تمام زي ما احنا شايفين تمام. وبعد هيك كمان مد رجليك اللي هي الابر ليمب لايك ذس تمام، بتدي اللي هي روتيشنال اكسرسايز. يلا شوف، ايوه تمام. وايضا كمان اللي هي ممكن اللي هي يبقى بالشكل هذا اكتر، ونعمل اللي هي روتيشنال اكسرسايز كومباينيشن بتوين ذا ابر ليمب اند لور ليمب زي ما احنا شايفين. ايوه اهو. ممكن كمان نستخدم ايضا كمان اللي هي الانيشيال ريذم او انيشيشن ريذم. الانيشيشن ريذم هي عباره عن تكنيك اوف بي ان اف اكسرسايز اللي هي which promote اللي هي range of motion and اللي هي اللي هي increasing the range of motion and initiating the movement during. طبعا هذه مستخدمه during اللي هي الروتيشن. يلا لف نفسك من السايد، ايوه ارجع هين، ايوه تمام، حطيت لك المخده تحت راسك. ايوه هذه بنسميها اللي هي initiation rhythmic initiation like this used in اللي هي rolling in the bit. كمان مرة يا شحتة، أيوة ارجع تاني، أيوة أيوة كمان. طيب وأيضا كمان from sit to from spine to sit from spine to sit زي شايفين هيك، أيوة كررها repeated. هذه rhythmic. rhythmic إيه يعني rhythmic؟ يعني بانتظام بانتظام initiated أهو. هذا assist the patient in initiating the range of motion and increasing the range of motion. أيضا from sit to stand. يلا أهو كمان اقعد، يلا كمان اقعد. أيضا كمان من ضمن ال relaxation exercise ذات اللي هي promote relaxation للmuscles مشان تبقى المصل اللي هي fluid and flexible، انه اللي هو نعمل breathing exercise. breathing exercise طبعا بركز على اللي هي الدايفراجم، خد نفس طلع كمان مره طلع، برضه لي اللي هي lateral wall lateral basal. يلا خد نفس طلع كمان طلع وهكذا. طبعا during this breathing exercise طبعا احنا عارفين قديش اللي هي breathing exercise مهمة في اللي هي improving the ventilation get out of secretion. يعني لازم اللي هي good ventilation تعمل، وفي نفس الوقت needing اللي هي good posture like this. لو تنفس البيشنت بيزيد اللي هي ال posture أو correct ال posture، بالإضافة ل اللي هي increase the chest wall. و طبعا هاي البريثنج اكسرسايز بروموت ريلاكسيشن اند ريدوسينج اللي هي الريجيديتي اللي بتكون موجوده عند البيشنت. تمام، ايضا كمان سام بيشنت بنلاقي عندهم اللي هي احيانا ديفورميتي. الديفورميتي هذا ممكن يكون ستراكشرال وممكن يكون اللي هي فليكسيبل. والله اذا كان فليكسيبل بيبقى شيء سهل، اذا كان ستراكشرال طبعا لحظتها لابد اللي هي سواء ستراكشرال او
اللي هي فليكسبل، لابد من اخلي البيشنت ينام في اللي هي البرون بوزيشن فور 30 مينيت بيردي، 30 دقيقة اللي هي يوميا ننام في سباين بوزيشن. طبعا احنا عارفين السباين بوزيشن تحت اللي هي ريديوس للكونتراكشر بتاعت الهيب، ريديوس الكونتراكشر بتاعت اللي هي الني اند سو اون، كتيرة اللي هي وش شولدر كمان ات كان بي امبروفت اللي هي الكونتراكشر فيها. طبعا لو البيشنت مش قادر مثلا اللي هي يعمل اللي هي ستريتشنج للديفورميتي، ممكن لحظتها نعمل ادابتيشن للي هو البيشنت. هات شحته، نام مثلا، نام على ظهرك. ايوه يعني البيشنت بيقدرش ينام على اللي هي اللو بيلو، يعني مخده صغيره، فبنحط له هي لارج بيلو، ممكن نحط له اكتر بالشكل هذا. تمام ايوه، حط راسك. ايوه، وممكن احيانا ان البيشنت كمان عنده الفليكشن كونتراكشر في الني جوينت. هات من هناك يا عبد الله البيلو، هات. ايوه هات بيلو، تماما، حط هذه تحت رجليك بالشكل هذا. لازم اللي هي نعمل ادابتيشن اللي هي البوستشر بتاعت البيشنت، ما نخلوش في اللي هي ستريس ساتويشن. خلال اللي هي الريلاكسيشن، زي ما احنا عارفين الريلاكسيشن بتبتدي من اللي هي البروكسيمال ماسلز، يعني اللي هي الثاي ماسلز مثلا هنا اهوت، الشولدر ماسل، وبعد هيك ات سبريد اللي هي ريلاكسيشن تو ذا اذر اللي هي بارت اوف ذا او ديستال بارت اوف ذا limb، سواء اللور limb او الابر limb. هيك بنكون احنا تقريبا يعني ال تدخلنا في اللي هي الابنورمال بوستشر او الفليكسد بوستشر، بانه عملنا له اللي هي سترينث اكسرسايز، عملنا له ستريتشنج اكسرسايز، عملنا روتيشنال اكسرسايز، عملنا ريلاكسيشن اكسرسايز، عملنا بريثنج اكسرسايز. كل هذه اللي هي الموداليتي اوف انترفينشن تستطيع ان شاء الله انها اللي هي تعملنا امبروفينج في اللي هي البوستشر، بالاضافه الى اللي هي الجيت انترفينشن اللي احنا اللي هي ذكرناها في الفيديو السابق، اللي هي بتحسن من اللي هي السبيد بتاعت اللي هي الباركنسون بيشنت. هذول تو امبورتانت اللي هي انترفينشن للجيت واللي هي البوشر. شكرا لكم طلبه سنه رابعه علاج طبيعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد سلطان.